صفات ذات الخطورة تدل على علاج خارج من الانتباه. ثلاث صفات، وهذا السؤال على طول بيجي بالامتحانات، بيجي بالامتحانات بالبورد. العدد لازم يكون أكثر من 30 خارجة في الدقيقة. تاخذ ستريب تشوف قديش كم خارج عندك. لها أشكال متعددة، يعني شكل واحد ما بيخوف، لما تكون أشكال متعددة يعني جاي من أكثر من بؤرة. وهالشيء مؤهل لحدوث تسرعات في القلب وعلى رأسي. لما تجيني خارجة بي كيو آر إس تي بي كيو آر ركبت على التي، موجة آر ركبت على التي أعطانا شيء هذا بيخوف. عم نلاحظ بالتخطيط إنه كان تخطيط ضمن جيد طبيعي. جتنا أول خارجة، عرض المركب صار عليه مباشرة، ركبة الآر صاعدة على التي، ركبة الآر على التي، ركبة الآر على التي، أذهب لاضطراب الأذن، رح ندرسه بشكل مبسط. كمان نفس الشيء، خوارج بلشت من الأول، بعدين ركبة موجة آر على التي، أعطانا أسرع قلب بطيئة. فلما تكون عندي خوارج بطيئة ويصير عندي اضطراب في المركب وآر موجة آر تركب على موجة تي، رح يعطينا شيء اسمه تسرع قلب بطيء. ايش صفات تسرع قلب البطيء؟ في تي. عم بنلاحظ على التخطيط الاشكال مو الاشكال الطبيعيه اللي احنا حافظينها. في شيء خطا، في شيء عرفت المركب، بعض الموجات غائبه، بعض الموجات موجوده. فنحن ندخل بدوامه لندرس التخطيط. ما بيهمكم من الوهله الاولى، لا تخاف من التخطيط. اقرأ التخطيط وفق النموذج المعهود، بعدين توصل للتشخيص. تسرع القلب البطيء. صفات. أول شيء النظم سريع، ما بين 100 ل 250 ضربة في الدقيقة. النظم البطيء صار عندهم سريع. منتظم، بالعادة منتظم. عم بلاحظ السرعة عالية. منتظم، ار ار منتظم. بي ويف، موجة بي، شايفين شي موجة بي؟ غياب موجة بي، أو تكون مضمورة ضمن المركب. غياب موجة بي. بي ار انترفال، باعتبار ما في بي، ما في بي ار، أكيد. كي ار اس، واي، عريض. وهي الصفة المميزة له، أكثر من 120، أكثر من 100 بالتحديد. لازم هالتخطيط هذا تشوفه، رح تشوفوه بالاسعاف، رح تشوفوه بالانعاش، بالعنايه، مريض جاك شيء على الاقل 100، فجأة تطور عنده هالنظم هذا. هذا تسرع قلب بطيء، إذا النظم منتظم، السرعة عالية حتى ال 250، غياب موجة بي ما في، مركب عريض، أهم أربع ميزات. كيف بدي اعالج هالمريض هذا؟ اول شيء بحط ايدي على النبض، على النبض. في نبض ما بتخوف، ما في نبض صار عندي انعاش مباشره. فبلش بالانعاش قلبي رئوي، بعدين تصدم، شوف حسب الحال، ما بيهمك. انت مباشره حط ايدك على النبض، مش قد ما شفت السرعه عاليه، في نبض موضوع جيد، ما في صار عندك بتعامل مع عمليه رجفان بطيء. صدم مباشره. سلام. صدم مباشره. عم نلاحظ انه شكل الموجات شكل واحد، ما في موجات متعدده الاشكال، فهذا اسمه تسرع قلب بطيني احادي الشكل. اذا احادي الشكل موجه واحده، دليل انه في عندنا تسرع قلب بطيني ثنائي الشكل، اكثر من شكل للمركب الكيوارس. اذا السرعه عاليه اللي توجد الفي تي، سرعه عاليه، غياب موجة بي، مركب عريض، وبي ار ما في، ومنتظم. اهم شيء انه يكون عندك الانتظام عشان تميزه عن رجفان البطيء، يكون غير منتظم. كيف تتعامل مع المريض؟ حط ايدك على النبض، في نبض خلص بعامله بمعامله دوائيه، بشوف مريضنا مستقر ولا غير مستقر. كل واحد له مقاربه خاصه، مولاي الكل. لكن اذا ما في نبض مباشره بنسوي له شق صدر. قد نصدم بالعاده بالبي تي؟ 50. كل شيء باضطرابات النظم كلياتها بتصدم
تحت ال 150 مع درجة فان الأذيني 150 وانت طالع مع درجة فان الأذيني رجفان بطيني بيقضي مع 50 جو ما قلب بنزيد الجرعة 100 ما قلب بنسي 150 كل ما زدنا الجرعة كان فرصتنا أكثر إنه يقلب شلون الحيط أنت عم تضربه مثلا عم تضربه بدك تهدله أول ضربة ما صار في شيء اختلف لوازم ثاني ضربة زادت الجرعة أعطيته ضربة ثانية تخلخل أكثر إذا رجفان البطيني ولو بطيني عم مستوى البطينات لكن بيقلب بجرعة 50 جو يقلب لا تفضل بيقلب بصدمة واحدة بيقلب ما ضلت بزيد الجرعة شوي شوي حتى وصل 250 لكن رجفان الأذيني مضاد استطبار صدم تحت ال 150 هلا في دراسات الجديدة تقول 120 لكن كمان لحتى ما طبقنا 150 عندك شيء رجفان الأذيني رح ناخده في بعد شوي صدم 150 هلا هتقول سؤال امتحانات يعني هلا السنة السادسة نزلت لهم بعد كم يوم عندهم سؤال رجفان وزيني فحيث معايير الصدم كلياتها وزيني بطيني رفرفه كلياتها لازم يعني فلازم ما بنسى رجفان وزيني 150 وانت طالع ليش ما بنصدم تحت 150 وزيني على مستوى الاوردر الرئوية الاربعة اي صدمة بالاذينة سوت ستروك دماغي اذا صدمت بجرعة منخفضة عرضت خثرات لكن البطيني لا تخاف بلش 150 وانت طالع اذا الشكل منتظم وحالي الشكل هذا صفحة شكل واحد لموجة كلوارس خلينا نشوف سرعة البطيني متعدد الأشكال أبلاحظ شكل الموجة هاي كلوارس غير شكل الموجة هون غير شكل الموجة هون هذا متعدد الأشكال سرعة عالية بيكون أحيانا منتظم وأحيانا غير منتظم يعني ممكن ريجولار أو إنريجولار يعني يا منتظم يا لا والسرعة كمان فوق 250 من 100 250 بي ويف غائبة مثل ما بي ار ما في وكيو ار اس عالي اذا الشكلين ما بننساهم خاصة بعد ما بيجينا مريض عنده سوابق احتشاء يا ما بيجي بهالاشكال هاي اذا التسرع هذا عريض المركب له مقاربة خاصة بأدوية كثيرة اذا كان مستقر لكن غير مستقر موجود على الصدر انت تصدم ولا تخاف اذا شكل واحد عديد الاشكال اكثر من شكل وسرعة عالية كمان لازم ناخذ بالاعتبار الاضطرابات الشاردية أحد الأسباب اضطرابات الشاردية وعلى رأسها البوتاسيوم لازم درستوها أنتم بالكلية لما يكون على نقص بوتاسيوم أحد الأشكال لأحد الأسباب المؤهبة لتسرع البطيني عديد الأشكال لازم الجسم النبض مباشرة انقلاب الذرة تورسادو دي بوينت هذا شيء اسمه بالتخاطي كان سؤال السنة الماضية للسنة السادسة انقلاب الذرة شكل المغزلي أبلاحظ انه موجات كيو ار اس مثل المغزل صفات السرعة عالية فوق ال 250 تقريبا من 200 ل 250 غير منتظم الريجولار فرقناه على الفي تي بالانتظام بشكل عام بي ويف غير موجوده بي ار غير موجوده وكيو ار اس عريضه ايش فرق بينه وبين السرعه القلب البطيني وحادي الشكل فرق فقط بالانتظام بشكل عام تورسادو دي بوينت غير منتظم اكثر الاسباب المؤهبه لتورسادو ونقص المغنيسيوم شوارد وعلى رأسها المغنيسيوم كان كمان سؤال امتحاني مريضة كان عندها حامل وإلى آخره وسووا لها تحاليل لا إجت بنوبة خفقان بهالشكل هذا طبعا كانت الرسمة هي سؤال الامتحان هاي هو نفس الشكل حطيت يدك على النبض في نبض مريضة مستقرة ضغطة طبيعي كذا أعطيني مقاربتك السنة السادسة تعويض مغنيسيوم بس لا صدم ولا شيء عوض مغنيسيوم مشي الحال اسمه النظم المغزلي مثل المغزل بلاحظي بيخبط بيطلع وغير منتظم بشكل عام ار غير منتظمه غياب موجة بي مركب عريض سرعة عالية دائما باضطرابات النظم البطينية بس حط ايدك على النبض اهم شغلة في نبض لا تتخوف مثل ما قلت قد يتحول هذا النظم الى رجفان بطيني
ما نتسرع قلب بطني إن رجفان. السبب لأنه غير منتظم. هذا بتحول لرجفان. ولو تحول لرجفان صار عندنا مشكلة كبيرة. أو صمت القلب رح ناخده هلا. الأدوية التي تسبب تطاول مسافة كيو تي وعلى رأسها حاليا مشو عندنا هون مسافة تطاول كيو تي. السوق السوق مين هي؟ الأزيترو حاليا عندنا بالكورونا عم نعطي أزيترو على سببنا ترساد الكوباي على رأسها الأزيترو. عوض المغنيسيوم بيمشي الحال. هذا ترساده في تخطيط الترساد رح تشوفوه. رجفان البطين في اف انتقل فيبريليشن. النظم ما فيك تحدد قديش السرعة مطلقة لأنه احنا بيكون عندك صمت قلب وغير منتظم غياب بي ما في بي ار كيو ار اس ما موجودة على الفاوس. هذا الشكل هي الحالات ما قبل الوفاة. رجفان بطيء مباشرة بدك توفي. عندك أربع دقائق يا تنقذ المريض يا لا وعلى غير ما تنقذ بس وصل للرجفان. خلينا نشوف الفرق بين الرجفان والتسرع قلب البطيء. شايفين على شكل الرجفان ما في مركب واضح لا بي ولا كيو ار اس ولا شيء وغير منتظم. بينما تسرع قلب البطيء مركب عريض وواضح صحيح غياب موجة بي وبي ار لكن بشكل عام منتظم عم بتشوف موجات كيو ار اس عم بتشوف الار والاس نموذجية لكن مركب عريض شوي بيطلع لك بخوفك لكن باعتبار منتظم ما بنخوف. بينما هون هذا رجفان بطيء. طب هون مريضنا عم يبين البي اي اي فعالية كهربائية منعدمة النبض. احيانا انت بعد ما بتنعش مريض او بتنعش مريض شو رايكم تشوف التخطيط هذا؟ شو رايكم بالتخطيط؟ جيبي منتظم لكن في عندي برادكارديا بطء قلب بتقول عين الله على المريض حط ايدك على النبض ما في نبض. هاي اسمها فعالية كهربائية بدون نبض. هذا مريضك على الصدر مباشرة نفسه نفس الرجفان البطيء نفسه نفسه. لهذا لما بيكون في عندنا انعاشات او مريض دخل بستروك او جابوا لك يا داخل بكوما مباشرة ايدك على النبض ولو كنت عم تشوف هيك تخطيط ما في نبض. هاي ما اسمها فعالية فعالية كهربائية منعدمة النبض. ايضا تسمى افتراق النبض الكهربائي الميكانيكي. عم تشوف شيء على المونيتور لكن في الواقع ما في عندك شيء. اي ان ديسوسيشن اسمها. اهم الاسباب الريحة الصدرية الضاغطة انصباب تاموري حمار كيتوني احتشاء امامي واسع نقص الاكسجة ادوية كثيرة. يوجد نبض كهربائي قلبي على المونيتور لكن بالنبض العام محيطي غير مدسوس. تعتبر حالة من الحالات توقف القلب نفس الرجفان البطيء تدبير اسعافي. فهي احد الحالات ما بننساها. صفة مميزة لهيك حالة هلا مريضنا لما بيحتشي واحتشاء عضلة قلبية عم بنطبق له مثلا حالة خسرة وشريان وسكر دخل برجفان بتسرع قلب بطيء صدمناه مش الحال تحول رجفان بطيء بلحظات تلاقي صار عندك نظم جيد بس انت دائما ايدك على النبض ما في نبض ارجع اصبر ما في يعني الموجه بي غير شغاله يعني معناته النظم الجيبي ما بيجيك من فوق فارجع اصبر بتلاقي الصفه المميزه للبرادكارديا بطء قلب جيبي هون يبقى بدي اشتغل مباشره على الصدر بسوي انعاش قلبي رياضي حسب الدورات اللي تعلمتوها اذا ما تعلمتوها ما بعرف شوفوا شنو حالات توقف القلب المفاجئ ما بننساها اسيستول 1 بي اي في اف بلسس في تي. بلسس في تي هي الفعاليه الكهربائيه منعدمه النبض. في اف بطيء بي اي اي اسف هون هيك لانها لا نبضيه لا نبضيه واسيستول توقف القلب. هاي صمت القلب اسيستول صفر المريض اسيستول هون خلص ما نقطه خلص هون تساوي حسب دورات الانعاش بتطلع 20 دقيقه حسب البروتوكولات وشو بيشتغل. اذا واحد سرع القلب البطيني مركب عريض
منتظم منتظم يو ار اس عريضه بما في سرعه عاليه سرعه فوق 250 التدبير حسب وضع المريض في محاضره خاصه بهذا الشيء بس عم بمهد له مستقر في نبض غير مستقر صدر والصدر بلش من 50 50 هذا الفي تي نفسه شكل واحد متعدد الاشكال بالعاده غير منتظم تدبير واحد تورسادو بيشبه سرعة قلب البطيني لكن غير منتظم والشيء الشيء المميز له شكل مرزلي وين بنقص على الشوارب وعلى راس هذا المغنيسيوم نقص المغنيسيوم انتبه عليه نجفان بطيني ما في اي موجه واضحه وغير منتظم تداخل اسعافي على السريع تفريق بيناتهم فعالية كهربائية منعدمة النبض ما بننسى صمت القلب نسبة الوفاة عالية جدا ما بشوف صراحة هم مرضانا كلهم بيروحوا قديش ما نعيش على الفاضي من الأسئلة لازم نحطها في بالنا الليفت باندل والرايت باندل أخذناها شوي بسرعة الماضية الفترة الماضية لازم نذكر الأسباب وجود فتحة بين الأذينتين أسباب حصار غصن أي من احتشاء أمامي واسع لأنه بيضرب التعصيب تعصيب العقدة ضخامة بطين وتوسع بطين أيمن وأحيانا بنشوفه طبيعي بنلاحظ فتحها المعايير مركب عريض أكثر من 12 لأكثر من 120 من ثلاث مربعات صغار شرط ضروري وأساسي وكافي لتشخيص الحصار إنه لازم يكون مربع عريض وين بنشوفه مركب كيو ار اس كي في 1 في 2 يبدو مشهور على شكل حرف M بالمساري في 1 وفي 2 والنمط ار اس ار فتحه ذكرناها هلا بنشوفها على التخطيط مركب كيو ار اس في خط بلاي اس عميقه وعريضه موجه دي شغله فاضيه عم نلاحظ شكل ار ار اس ار فتحه بالفي 1 في 2 و كيو بالعاده بتكون عميقه اس زحول اس للاسفل هذا الشكل ما بننسى حصار الغصن الايمن حسب الدراسات الجديده يعامل كاحتشاء لكن حسب المنهاج القديم من سنتين ثلاثه انه يعني تعتبر حاله غير اسعافيه شرط يكون حديث يعني ممكن حصار الغصن الايمن هو احتشاء دائما بهيك تخطيط بقول له مريض اعطيني تخطيطك القديم فاذا كان له تخطيط من سنه سنتين شهر شهرين ما هو احتشاء خلص هذا بلاك عنده اما اذا كان جديد اسوي له كل التحاليل والفحوصات اللي بتوجهني لاحتشاء عضله قلبيه دوما. هذا بنلاحظ شكل ار اس ار فتحه بالفي 1 في 2 وموجه اس عميقه. كمان رايت باندل بعتكم على التخطيط ليفت ورايت. دكتور امبارح بعت لنا حصار غصن ايمن بنفس الوقت كان محور ايسر. محور ايسر. الخط الاول نفس الشيء. هذا حصار حزمه راح يكون عندك. حصار الحزمة؟ حصار الغصن الأيسر الليفت باندل مركب عريض أهم شغلة معيار أساسي خاصة إذا كان أكثر من ثلاثة وهو معيار أساسي في المسار اليسرى في 5 في 6 نجد آر عريضة ومتلومة وموجة تي غالبا عكس عكس جهة الانحراف بنلاقي الشكل إم في المسار اليسرى عم نلاحظ ليد واحد افيل 5 و 6 شكل حرف ام والمركب عريض حصار الحزمه الاماميه اليسرى هذا من الاضطرابات الشائعه لكن ليس لكم بصراحه هذا السنوات المختصين انحراف محور قلب ايسر ومركب ار اس في المساري السفليه وكيو صغيره في المساري اليسرى او الجانبيه بنلاحظ على الشكل على المسار السفلية لد 2 3 A V F مركب مباشرة Q S Q S وعم نلاحظ على المسار الجانبية Q صغيرة في المسار لد 1 A V L بالعادة Q بنشوفها في المسار لد 1 A V L و 5 و 6
يعني مساري يسرى، لكن عم بنلاحظ كيو غائبه تقريبا. حتى 65 فهذا حصار حزمه اماميه يسرى، يعني البصيله ليس له حزمه اماميه وحزمه خلفيه. الحزمه الاولى صار فيها حصار. دائما بطلع على المركبات على التخطيط على المساري السفليه، دائما بحطها في عيني، سواء كان مول نموذجيه او اذا كان فيها ارتفاعات لازم اطلع عليها. اذا شكل كيو اس في المساري السفليه وغياب كيو في المساري الجانبيه، هذا حصار حزمه اماميه اليسرى. خلينا نشوفه. عم بنلاحظ على ليد واحد و ار في ال كيو صغيره، وعم بنلاحظ على ليد 2 3 ار في ال شكل كيو اس، ما في بي ار كيو ار اس، كيو اس مباشره ار صغيره. حصار ثنائي الحزومات حذفته، هذا مو لازم شكل ما بيهم. هذول مريت عليهم على السريع شوي. دكتور ممكن سؤال؟ اسالني. خارج في بعض المفاهيم يحكي لنا انه اذا تراكبت الار على التي اهل رجل اي ار على التي. انا شو تفسيرها كهربائيا للار تراكب الار على التي؟ شو بصير؟ ليش الفيزيولوجي؟ ايوه انه ليش بصير؟ صار عندي نقل، صار عندي اضطراب في النقل على مستوى الياف فورتين. فوق وطين الاس بي تي، مين بتحكي لك كلمتين عن الاس بي تي؟ مين شاف الاس بي تي؟ لازم كثير شفتوا الاس بي تي. سرقة فوق الطين هو ممكن يعني يكون متلازم فوق مستوى البطين، فوق مستوى البطين تمام، عم تعطي مقدار كهربائية عم توصل للبطين، فيعني حلو كويس. أشع مسبباته واحد ادويه اثنين كثير اسباب. فيزيولوجيته شو بتكون؟ فيزيولوجيته اس بي دي شو بصير عنا؟ تسرع قلب فوق بطين. انتوا شفتوا تسرع قلب فوق بطين ما هيك؟ كتخطيط شفتوه؟ في حزمه في دمق ال يعني في عندي شيء اسمه دار عودة الجهد ري انتري. طبعا ري انتري السنة الثالثة علمناهم على ري انتري لكن بشكل مختصر. السنة الرابعة بيفهموها كلياتها. لازم تعرف شو هي الري انتري دارة عودة الدخول وليش عم بصير عندي اضطراب النظم. لازم تاخذ فكرة موسعة عنها. بالنسبة لكم أنا بقبل بإس بي تي بأي تخطيط بأي نظم سرعته عالية، بتقول لي هذا إس بي تي. لكن بعد المحاضرة لازم تخصص لي إيش الإس بي تي، سبع أشكال الإس بي تي. يعني اليوم رح ندرس سبع اضطرابات نظم. سولي البطينات، البطينات، اضطرابات نظم البطينية، رح سولي بقى على الأذينات. كيف يصير النقل؟ بالمحاضرة دائما لما بدك تشخص الإس بي تي بدك تقلب مخك بالعكس. لازم تعرف انه التنبيه ما هو جاي من العقده الجيبيه الاذينيه، جاي من مكان اخر غير العقده الجيبيه الاذينيه. طبعا المحاضره بعدها الاستاذ نبي تروح. النظم الطبيعي موجود ب كيو ار اس تي يو. هذا النظم الجيبي، بقول النظم جيبي اذا اتى التنبيه من العقده الجيبيه الاذينيه. مو هيك قرينا؟ اي وجود موجة بي قبل كل كيو ار اس، وهذه الموجة ذات الشكل النموذجي اللي حفظناه سعة وارتفاعا 2.5 2.5. شفنا موجة بي
غير اللي حافظوا علينا فهذا النظم غير جيد. النظم منتظم ام غير منتظم؟ RR بنطلع عليه. السرعة اذا كان منتظم 300 على عدد المربعات الكبيرة، اذا كان غير منتظم ستريب، ناخذ ستريب 30 مربع كم R فيه نضرب 10. المحور نطلع عليه واحد والار دي اف. بعدين نوصف المركبات كاملة، بعدين نوصف القطع كلياتها بي ار اس تي كيو تي، بعدين نسوي تحليل لما سبق، شو نوع المرض عندنا قياسا على النظم الموجود قدامنا، بعدين نطلب للمريض اعطيني تخطيط قديم عشان اقارن بينه وبين التخطيط. هاي المراحل مفهومه كانه ما في صوت. عم تسمع بالاخير؟ اضطرابات النظم التسارعية، يلا يا شباب تعريفا، كل نظم أكثر من 100، كل نظم أكثر من 100، يعني إذا جاني مريض نبضه 101 فهو تسرع قلب فوق وطيب 101، معناته رح تقول لي يا حكيم تسرع قلب الجيبي هو تسرع قلب فوق وطيب، يعني إذا واحد عنده فرط نشاط ضرع أو واحد شكلته أبرة تنبه الودي فسرع قلب فوق بطين، هلا نسرع قلب فوق بطين. رح نلاحظ هلا نحن بالمحاضرة إنه تسرع القلب الجيبي هو تسرع قلب فوق بطين. فكل نظم أكثر من 100 هو اس بي تي بالمجمل. كل نظم أكثر من 100، النظم الطبيعي عند الإنسان 60%. نقبل نظم الجيبي حتى النظم الجيبي، نظم جيبي يعني في عندي موجود فيه تشبه الطبيعية لكن نظم سريع فوق 100، نقبل حتى 220 ناقص العمر للذكور و210 ناقص العمر للإناث. نقبل بتسرع قلب جيبي وهو نوع من اضطرابات النظم حتى قاعدة 220 ناقص العمر للذكور و210 نفس العمر للإناث، يعني واحد إذا عمره 70 سنة بنقبل حتى ال 150 إذا كان ذكر، وإذا كانت أنثى حتى ال 160 أو 140 آسف. الأعراض، يعني واحد عنده نظم سريع، إيش رح تكون في عنده أعراض؟ خفقان 96% من الحالات، دوخة دوار أو دوخة 75، زلة تنفسية سبينية، ألم صدري أحيانا بيجي، تعب وإرهاق، تعرق، غثيان، أحيانا بيجي السايكو غشي، وموت قلب مفاجئ في أقل من 10% من الحالات. هاي الأعراض كلها بنشوفها بالإسعاف. يا ما بيجي واحد قلبه عم يخفق يتسرع، سوي له تقطيع رجفاني وذيني، إيش عم بيصير معك؟ والله طب ليش؟ قلبي عم يخفق، حاسس بدوخة، وفي ألم بالصدر، وعم تعرق في غثيان، فكر انت احتشاء، لا سوي له تخطيط بتلاقي عندك اس بي تي. الآلية فيزيولوجيا لازم نعرف شلون الآلية بتصير. آلية الري انتري دورة عودة الدخول مسؤولة عن 90% من النظم التسارعية. صفاتها مهمة جدا، ذات بدء مفاجئ ونهاية مفاجئة. بقول لك المريض والله جاني خفقان اجاك على المشفى بس انت تخطيط ما عنده شيء، معناته في داره سبب اساسي للخفقان بلشت بشكل مفاجئ لسه ما وصل المشفى راحت، اذا بدايه مفاجئه نهايه مفاجئه ما بتطول. ولو تجيب بشكل جيد على الشرح صدر، هاي الميزه الاساسيه للريانتري. ثلاث صفات ما بننساها، اذا مسؤول عن 90% من الحالات هي الريانتري، وبداية مفاجئة نهاية مفاجئة، ويستجيب بشكل جيد على الصدر. أحيانا تكون السبب بؤرة هاجرة إما أذينية أو وسطية أو بطينية بتعطينا نظم أسرع من نظم العقدة الجيبية الأذينية. كل نظم أسرع من الإس آنود معناته هي بؤرة هاجرة. أسباب غالبا فيزيولوجية وعلى رأسها زيادة فعالية الودي، شوارب، أدوية، فرط نشاط ضرر، نقص تروي احيانا. الصفة المميزة لها بداية متدرجة، يعني ما بتجي بشكل خفقان سريع، لا
والله في شوي زلة ضيقة بلش خفقان شوي شوي بعدين ازداد. لا تستجيب على الصدم بشكل عام أو استجابتها ضعيفة. لازم نميز بين الحكي هذا من الناحية الانتحارية. ولهذا نحن باعتبار الرئة أنتري مسؤولة عن 90% من اضطرابات النظم فوق البطينية لازم نسوي لها دراسة كويسة. إيش هي الرئة أنتري؟ إذا بداية مفاجئة ونهاية مفاجئة وتستجيب بشكل جيد على الصدم. الرئة أنتري بدنا نحكي عن الرئة أنتري بخلال هالمخطط، وهذا المخطط ضروري نفهمه. هالأشكال الثلاثة ملاحظين عندنا ثلاث أشكال دائرية، أول شيء عندنا دار العضلة. كل إنسان عنده دار عودة الدخول، يعني أنا وأنت وأنت عندنا رئة أنتري، وهالرئة أنتري حسبنا تسرع قلب فوق البطنية بس ما بنشوفها. ليش ما بتظهر عند الإنسان الطبيعي؟ النظم الطبيعي يبدأ التنبيه من العقدة الجيبية الأذينية، يوصل باتجاه العقدة الأذينية البطينية. كل إنسان راح يسلك طريقين ضمن العقدة الأذينية البطينية، طريق سلو بطيء وطريق سريع فاست. كل إنسان بالعادة الكهرباء بتاخذ الطريق السريع ام البطيء؟ تاخذ الطريق السريع. وين في اسلاك اسرع تسلكها؟ تروح التنبيه بالطريق السريع لوين راح ينبه؟ البطينات. اعطانا موجه كيو ار اس، خلص تنبيه البطينات بيرجع التنبيه بنفس المسار، والتنبيه هو راجع في عندنا كهرباء جايه بالطريق البطيء سلو. اصطدم الطريقين مع بعض نفوا دارة عودة الدخول. لهذا ما بنشوفها عن الإنسان الطبيعي بسبب إنه الطريق السريع بعد ما أعطاني تنبيه للبطينات أعطاني طريق راجع، اصطدم مع الطريق البطيء اللي عم تمشي فيه الكهرباء شوي شوي، اصطدم معها فنفى الدارة. فالإنسان الطبيعي تخطيط الشرب يكون بس في هالطرف هذا اس آنو آفينو حزمة ليس اللي أكبر بنجي خلص التنبيه، لكن هو عنده شيء راجع في شيء مسلك بطيء اصطدموا مع بعض نفوا بعض ما شكلت الدار. هاي أول رسمة واضحة الفكرة فيزيولوجية إنه ليش ما بنشوف الدارة عند الناس الأصحاء؟ بسبب بعد نهاية التنبيه الطريق السريع للبطينات في مرحلة الرجوع راح يصطدم معي بالطريق البطيء اللي جاية فيه الكهرباء شوي شوي. هون الكهرباء سريعة نبهت رجعت لسه حالها تمشي فيها الكهرباء، وصل لهون ما راح يسلك الطريق هذا، انتهى كهربائته. شاف انه في طريق بيسلكه، وين في طريق فاضي الكهرباء بتروح بالعضلة القلبية. هو راجع اصطدم مع الطريق البطيء نفى دارة عودة الدخول عند الإنسان الطبيعي. لذلك بنشوف هون نورمال ساينس ريتم نظم جانبي طبيعي. في عندنا ميزه فيزيولوجيه انه الطريق السريع له فتره عصيان وهي فتره التاخير وهي فتره عصيان طويله، لكن الطريق البطيء ما فيه فتره عصيان. هاي من الدراسه الفيزيولوجيه للعضله القلبيه انه الطريق السريع بحسب ماتيس له فتره طور عصيان، يعني ما في كهربائية فيه، وإنما الطريق البطيء ما فيه فترة عصيان. رح ننتقل للسلايد رقم واحد أو الصورة رقم واحد. كي تتشكل دارة عودة الدخول لابد لنا من تنبيه من خارجه، يعني التنبيه ما رح يكون من العقدة الجلدية الأذينية، من خارجه، إما تكون خارجة أذينية أو بطينية. إذا جاء التنبيه من خارج أذينية أعطانا اضطراب نظم فوق بطيني، وإذا إجا التنبيه من خارج أذينية أعطانا تسرع قلب بطيني. إذا تسرع القلب له نمطين، إما أذيني أو بطيني، يعني إس بي تي، إما يكون اضطرابات النظم يعني يكون تسرع قلب فوق بطيني على مستوى الأذينات لحتى النقل حزمة هيز، أو بطيني على مستوى الألياف. إذا كانت الخارجة عم تجينا التنبيه من خارجة انقباض أذينية فهو SVT،
يعني تراب بطين فوق بطين. بينما اذا كانت عم يجي التنبيه من خارج ارتباط بطينيه فهو اضطراب نظم بطيني، اما تسرع قلب بطيني او رجفان بطيني او بس في غيره؟ ما تسرع قلب بطيني او رجفان بطيني، يا بي تي يا بي كيف. اذا كي تتشكل دوره عوده الدخول لابد لي من خارجه، وهالخارجه بتعطيني نظم اسرع من نظم الطبيعي. طيب هون التنبيه اجى من الخارجه، سواء كانت خارجه أذينية على مستوى الأذينات أو في المحيط من الأذينات أو على مستوى الأوردة الرئوية الأربعة أو جنب الصمام جهة الشرف، أعطاني تنبيه سريع دخل في السلكين في المسارين. هو داخل لما بيجي التنبيه عن طريق الخارجة شاف قدامه في فترة عصيان، فترة العصيان في الطريق السريع أنا قلت فترة طويلة، الكهرباء ما رح تمشي بمرحلة العصيان، وقفت الكهرباء بهالمرحلة هاي. يعني أنت جاي باتجاه مارع بطريقين، إما بتاخذ طريق كفر كلبين مثلا أو طريق جارز. الطريق الأول جارز أسرع أو كفر كلبين أسرع، لكن في حاجز للجيش الحر وقفك. فوين رح تروح أنت على الطريق؟ أو كان في عندك تفجير رح تروح على الطريق الثاني. فالكهرباء تروح على الطريق الثاني، طريق البطيخ. مشيت كهرباء وصلت للمرحلة هون وصلت لهون. نبهت البطينات. رح يكون عندك تنبيه راجع، خلص التنبيه البطينات رح ترجع. وهي راجعة الطريق السريع طلع من فترة العصيان، يعني في فترة عصيان. فالكهرباء رح تسلك الطريق السريع. سلكت الطريق السريع نبهت الأذينات. وأعطتني دار عودة الدخول. أنا قلتش آخر شيء نبهت الشو؟ يعني أول مركب إيش رح تشوفه أنت بالعادة؟ كيو آر إس. أول مركب رح تشوفه كيو آر إس، بعدين رح تشوف موجة بي بعده. لهذا بعد ما طلعنا من فترة الصيانة وصلنا للأذينات أعطتني زاد استقطاب الأذينات. أوف. فأنت بالإس بي تي بدك تقلب التخطيط بالعكس، تقلب مخك كمان بالعكس. أول شيء بتطلع على كيو آر إس، ليش؟ لأنه التنبيه لوين وصلت؟ كيو ار اس. تطلع في بي بعدها يا حكيم، نحن بنعرف العدد بي كيو ار. لا هلا هون كيو ار اس بي، حكما على بي بدي ابني كثير معلومات. اذا نحن ما بنشوف الداره في الانسان الطبيعي، لانه التنبيه لما دخل في الطريق السريع واعطاني تنبيه البطينات، هو راجع اصطدم بالطريق البطيء في كهربه الطريق البطيء اللي عم تمشي فيه الكهرباء شوي شوي فنفوا بعض. لكن في الانسان اللي في عنده داره عوده الدخول، الشرط الاساسي شرط لازم يكون التنبيه من خارجه، اما تكون الخارجه اذينيه فيعطينا اضطرابات نظم فوق بطينيه، او بطينيه فيعطينا اضطرابات نظم بطينيه. هلا اذا كنا عم نحكي على الفي اف سرع قلب البطيني، انه مركب كيو ار اس عريض بي ما في أو مضمورة ضمن المركب. تخيل لما تكون عندي خارجت انقباض بطيني، بيعطي تنبيه للبطينات، برجع بيعطي تنبيه للأذينات. ولهذا بشوف موجة بي أحيانا بالبي، لكن غالبا بتكون مضمورة. بالعادة فيزيولوجيا الطريق السريع فيه فترة عصيان طويلة. لما بقول فترة عصيان معناته في عندي خارجة أذينية. أعطي التنبيه، فترة عصيان ما رح تاخذ الكهرباء، لو رح اروح تنبيه على الطريق البطيء، سلك الطريق البطيء بشكل تام، وصل البطينات، نبه البطينات، خلص تنبيه البطينات وهو راجع الكهرباء من البطينات، شاف الطريق السريع طلع من فترة عصيان، فبيسلك فيه كهرباء، سلك فيه كهرباء، الكهرباء نبهت مين؟ الأذينات، اعطتني موجة بي، وهي بي بتكون بي الشاذة أو المكلومة. وشكلت عندي دارة عودة الدخول. بلاقي مريض له خفقان كثير، احيانا بصير عنده هالشغله هي مفاجئة، بالبيت صار عنده خفقان وصل المشفى ما عنده شيء. لهذا ذات بدء مفاجئ ونهاية مفاجئة. مباشرة هيك مريض صدمه 50 جنيه مشي حاله. هاي اسمها الري انتري. تفضل. دكتور بالخوارج اللي خارج خارج
تحصل بتكون مضيئه حتى يكون في بعد كيو ار اس لكن هذا بتكون في حصرا ما حصرا حصرا أذينية ممكن تكون الخارجة ممكن بطينية يعني إذا كان عندي إس بي تي إذا كان عندي خارج القباط أذينية راح تنبه البطينات ترجع تعطيني بي تعطي بي وإذا كانت بطينية نفس الشيء تنبه البطينات ترجع لا لما بيكون عندي الخارجة حتى إذا كانت الخارجة جاية من جنب العضلة الجانبية الأذنية بتسلك الطريق الطبيعي بتنبه البطينات وبعدين ترجع تنبه الأذينات. طيب تمام بالنسبة مثلا للتسرع الأذيني. تسرع القلب جاي على بالي بكير عليه. طيب إن شاء الله أنا لا أصلي وتنبه الأذينات بس غير الطريق الطبيعي راح يكون عندي البي مشوهة أو كيو آر إس. أكيد البي ما هو النموذجية لا تستغرب شوي على الأحداث راح نلحقهم وحدة وحدة تسرع القلب الأذيني. أنا بس من الناحية الفيزيولوجية مفهوم الرئة الهاتري كيف تشكلت الدارة؟ بس طلع التنبيه طريق السريع طلع من خلف الراسيان سلك الكهرباء نبه الأذينات هاي فكرة الأساسية خلينا نشوفها Supraventricular tachycardia is an arrhythmia which occurs above the ventricles. Examples of supraventricular tachycardia include atrial fibrillation, atrial flutter, atrioventricular reentry tachycardia, AVRT, and atrioventricular nodal reentry. AVNRT. راح نصنف نحن أكثر من خمسة. Maybe NRT is a classic supraventricular tachycardia and is a result of abnormal, unsynchronized electrical transmission. شوف التعبير ده ما يتركش من العضلة الجانبية الأذنية. The sinoatrial node is a dominant pacemaker cell in the heart which sends impulses to the atrial contraction. ممكن نجد التعبير من هو. يعطي له زفر بينزل بيرجع ممكن يرجع بطريق الشاد طريق العريض نحكي له واحدة واحدة Atrioventricular nodal reentry tachycardia, as the name suggests, is tachyarrhythmia caused by a re-entry circuit in the atrioventricular nerve, the AV nerve. In AVNRT, there are two atrioventricular nodal pathways. Patients can have two atrioventricular nodal pathway and be fine. However, some people are slow and fast. في عندك شيء اسمه slow fast وfast slow. كمان عليهم حكي. دائما الطريق البطيء بطيء كهرباء ضعيفة. Conduction, but a slow refractory period, whereas a slow conducting pathway has a rapid refractory period coupled with slow conduction. The differences in a slow and fast conducting pathways can trigger AVNRT, the atrioventricular nodal reentry tachycardia. And there are two main types of AVNRT. The slow fast AVNRT accounts for 90% of impulse travels slow along the slow pathway. The impulse traveling down the fast pathway will eventually excite cells at the bundle of His, but also in the slow pathway. The fast impulse will thus cancel out the slow impulse in the process. طريق واحد فقط للتنبيه. The next impulse that travels from the sinoatrial node will enter the slow pathway first because the refraction period here is fast and the cells are able to get excited again. هلا بلش انه بس التنبيه مشي بالطريق البطيء لانه عندك عصيان. Down the slow pathway may eventually re-excite fibers along the fast pathway. ورجع باتجاه الطريق السريع بعد خروجه من طريق العصيان. فطاري الشكل السريع يلا ما المشكلة أسبابه مجموعة في كلمة his gives أسباب كثيرة جدا إيش ما جلفة بسيط نقص الأكسجة اسبيميا زيادة التنبيه الودي السبتاوي الأدوية اضطراب الشوارد لا نظميات بطيئة كالمدرسة العضلة الجانبية المريضة اللي بتحكي عليها بسلايد خاص أمراض الدرق
وآلية ميكانيكية توسع في الأجواء شغلة بسيطة. خلينا نصنف. كيف بدي أصنف أنا اضطرابات النظم فوق البطيئة؟ إذا بدأت على التصنيف بشكل عام بشكل خاص، الجمعية الأمريكية بتقول اضطرابات النظم فوق البطيئة كل شيء ما فوق ما حزمة يسو فوق، حتى الرجفان الأذيني بيعتبروه SVT، لكن الجمعية الأمريكية ما بتربط، أكبر الرجفان الأذيني محور خاص هو نمط من اضطرابات النظم، لكن له يعني بحث كبير. الجمعية الأوروبية اعتمدناها عنكم وبالدراسات موجودة انه خلاص نعتبر الرجفان الأذيني هو SVT، لكن نحن بنعامله بالمشفى الرجفان الأذيني كمعاملة بصراحة الجمعية الأمريكية. الرجفان الأذيني له 41 محاضرات، بحث هائل جدا يعني، لكن راح نحكي عليه بشكل مختصر لكم. تصنيف هام جدا ها. إما تسرع قلب ضيق المركب أو عريض المركب. فأنت لما يكون عندك SVT أول شيء تطلع على المركب ضيق تمشي بها المحورات، عريض محور آخر. ضيق المركب يعني كيو ار اس أقل من 120 ملي سكند، أقل من 3 مربعات صغيرة. عريض المركب أكثر من 120. ماذا يشمل ضيق المركب؟ سرعة القلب الجيبي. إذا الساينوس تاكيكارديا تاكيكارديا هو SVT، مو اللي بس سرعة القلب الجيبي، هو SVT سرعة القلب فوق بطيء. سرعة القلب الأذيني أثير تاكيكارديا، ممكن يكون بؤري أو متعدد البؤر المات وعلى رأسي أو المارد أو الرفرفة أو الرجفان. رح ناخذ تسرع القلب الأذيني أتيرا تاكيكارديا، رح ناخذ المات مالتي فوكال أتيرا تاكيكارديا، رح ناخذ الرفرفة، رح ناخذ الرجفان فلتريشن فبريليشن. أو تسرع القلب الوصلي على مستوى الوصل صرنا أف إيجكشن تاكيكارديا، وعلى رأسي أف في إن آر تي رح ناخذ اليوم كمان. أو تسرع القلب الأذيني البطني بعض الدخول، صرنا بعد العقد هون AVRT اسمه. عريض المركب هذا ما رح ناخده، إما سرع قلب بطني أو فوق بطني ما ناخذ شيء، ما بيمكن. رح ناخذ نحن SVT فوق بطني. لسا كنا نحكي بس نظريات، هلا بدنا نبلش بالعملي بقى، بلش نسلم لك الحال. ساينس تاكيكارديا تسرع القلب الجيبي هو نظم جيبي، نظم جيبي في تسرع القلب الجيبي هو النظم الوحيد اللي بنقول عليه جيبي، بقية النظم غير جيبي. ليش قلنا عليه جيبي؟ السرعة أكثر من 100 قد تصل إلى 220 نفس العمر. في تسرع القلب الجيبي التنبيه إجا من المنطقة التشريحية للعقد الجيبي الأذنية، لذلك اعتبرناه نظم جيبي. لكن سرعة القلب الأذني صرنا بعد المنطقة التشريحية، إذا جينا هاي العقد الجيبي الأذنية بهالمنطقة التشريحية بيعطينا شيء اسمه سرعة القلب الجيبي، لكن إذا بعدنا عنه سرعة القلب غير جيبي. الوحيد من اضطرابات النظم اذا هو جيبي. راح تشوف شكل موجة بي يشبه الشكل الطبيعي لانه اجى من المنطقه التشريحيه وهو جيبي. السرعه بالعاده اكثر من 100، نقبل حتى 220 ناقص العمر و210 للإناث. بشكل عام كل نظم سرعته أكثر من 150 فحكما غير جيد، يعني ما اجى التنبيه من الإسآن بشكل عام. يعني أنا بعطيك SVT في الامتحان بقول لك النظم جيبي، طلع السرعة 200، معقول 200 جي ناقل جيبي الأذنية؟ معناته في عندي دارة عدد الدخول
والتنبيه ما اجى من البي، اجى من بعد بي، اجى من الخارج. اذا كل نظم بشكل عام في العموم اكثر من 150 فهو نظم غير جيد حكما. اذا الوحيد هو الساينس تاكيكارديا جيبي لانه اجى من المنطقه التشريحيه من العقده الجيبيه والغيبيه. العلاج، علاج السبب، مريض عنده فقر دم نعوض له خضار، مريض عنده فرط نشاط درق بنظبط التي اس اش، مريض مزعوج نعطي شويه مهدئات. عم بنلاحظ عم بقول كذا بنسوي كذا كذا كذا، معناته بشكل عام اسبابه فيزيولوجي ما هو اسباب قلبي، وخاصه بنشوفها عند الاناث يعني سرع قلبه وطبت سوي تخطيط عند السرعة 130 صحيها وعلى البيت نفس الشيء بشكل عام بنشوفها يعني. هذا هو التخطيط. اذا السرعة تقريبا 150 بي موجودة شكل نموذج. اذا في بي قبل كيو ار اس، في بي قبل كيو ار اس جي بي منتظم، والسرعة تقريبا 150 140، كان اكثر من مربعين كبار يعني 140. يعني احيانا بجيك تخطيط بالامتحان، طبعا تخطيط كامل، بنقول لك مريض عنده كذا 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 ايش بيساوي، معلش السبب ايش الحالة اللي عنده، نطلب لك تحليل الخضار، احيانا بحفر نشاط درق قصور درق، يعني بالضبط الحالة ما بدها شيء. انت هالتخطيط هاد جيبي منتظم، منتظم صفاته جيبي منتظم. السرعة تقريبا 150 تقريبا او اقل من 150، بنقول 150. في بي قبل كيو ار اس تشبه بي طبيعية نموذجية، لذلك اعتبرناه جيبي. العلاج، علاج السبب، الحالة لازم نحطها في البال. تسرع القلب الجيبي يتوافق او ياتي اكثر شيء مع اي حالة مهددة للحياة. جيبي صم، مين هو الصم؟ صم مريض شاب عنده كسر حاد السير، عملوا له عملية، بعد العملية صار عنده خفقان وزلة، عملوا تخطيط سرعوا القلب الجيبي. كل زلة بعد عمل جراحي مع تسرع قلب جيبي هي صمة رئوية حتى يثبت العكس بشكل عام. دكتور العفو، انت حضرتك قلت انه ما بتتجاوز ال 150 يعني بشكل عام، لكن على القانون هو مثلا اذا اخذنا شخص عمره 20 سنة مثلا فنحن ما بنقبل لحد ال 200 نقبل، لكن بتكون بيه قبل ما راح يكون عندك بال 200 بعد. إذا بشكل عام سرع القلب الجيبي منتظم، سرعة فوق المية، موجة بي نموذجية. العلاج، علاج السبب، أكثر حالة مرضية مهددة للحياة تتوافق مع الاس تي صمة رئوية. كان سؤال السنة الثالثة الحالة هاي، مريض حادث سير كذا مبين صمة رئوية يعني كاشف حاله بحاله. تسرع القلب الأذيني، أعطي من الأسهل للأصعب، أتير أتريال تاكيكارديا، تسرع قلب أذين غير جيبي، هذا الفرق الأول. موجة بي موجودة لها شكل مختلف ولكن نفس الاختلاف على المسرى ذاتي، منتظم أرى السرعة أكثر من 150، صرنا نطلع بالسرعة شوي شوي، قد يصل حتى 250. إذا التنبيه ما جاء من الإسانور، إجا ما بعد المنطقة التشريحية من الأذينات بالخارجة، لكن بعد العقدة الجيبية الأذينية. السرعة أكثر من الجيبي، في موجة بي، هالموجة مو نفس الموجة النموذجية، لكن هالموجة إلها نفسه على المسرى الواحد. خلينا نشوف التخطيط. العلاج المبدئي حاصر بيتا دائما الخيار الأول، وفي حال عدم وجود مضاد للضابط
حاصر كلس ديجوكسين. دائما العلاجات بالاس بي تي حاصر بيتا حاصر كلس بشري. لكن العلاج النوعي الاول هو لا هو بتستجيب مع الصدر الادينوزين لكن غير متوفر حاليا عندنا بالنشره موجود. الادينوزين هو الاول دواء سحري 5 ملي جرام دفش وريد بترفع ايدك دقيقتين تروح الدارك كلياتها دواء سحري هلا عم نطبقه غالي مكلف لكن جميل جدا يعني. طبعا في عندك خطوات الخطوه الاولى بالاجسام مناورات مبهميه تمسيس سبادي ادينوزين ما في خط الاول الخط الثاني هذا حاصر بيتا كثير ميتوبرولول حاصر كلس دلتيازين ديجوكسين كل واحد له استطباق مثلا مريض ربو فبعد حاصر بيتا مريض قصور قلب بعطي ديجوكسين رح تاخذوهم بقصورات القلب ما بهم العلاج اللي مبدئيا تسرع القلب الاذيني غير جيبي سرعة أعلى شوفوا على موجة بي أصعب شيء إنك تميز تسرع القلب الأذيني عن الجيبي أبلاحظ في موجة بي بين عليكم في موجة بي هاي موجة بي راح أعطيكم تخطيط بالشفوف في موجة بي لكن هالموجة لها نفس الشكل على المسرة الواحد يعني إذا أخذت لد اثنين بتلاقي موجة بي أصغر من الجي بي طبعاً هون مبين على التخطيط عندي هاي موجة بي لها نفس الشكل لكن صغيرة هاي بي نموذجية بحسن أقول جي بي هاي بي غير نموذجية حتى إذا ما شفت بي غير جيبي حتى إذا شفتها وغير النموذجية غير جيبي إذا هذا التخطيط نظم غير جيبي ما شايف موجة بي لكن بي مو نموذجية غير منتظم غير جيبي منتظم وسرعة فوق 150 العلاج حاصل بيتا حاصل كلس تشتري ضروري بس تميزوا بين التخطيط بين الجيبي والأذين الجي بي بي نموذجية أما هون بي غير نموذجية تسرع القلب الأذيني متعدد البؤر المات المالتي فوكال أتريا تاكيكارديا غير جي بي يعني موجة بي غير النموذجية إيش الميزة فيه موجة بي لها شكل مختلف ضمن المسرة ذاته رجعنا على الأذيني موجة بي لها نفس الشكل في المسرة ذاته هون أكثر من ثلاث موجات بي مختلفة الشكل في المسرة ذاته معناته التنبيه جاء من أكثر من منطقة من الأذينات هذا المال غير منتظم هناك كان منتظم لكن واحد يسجل جي بي غير منتظم نبني عليه قاعدة كبيرة مسافة بي آر مختلفة حكما لأنه شكل موجة بي مختلف وغير منتظم والسرعة 140 المات ما بيجي فوق 150 إذا كيف تميز الأذيني عن المات هناك منتظم هون غير منتظم السرعة بي بي إلها نفس الشكل على المسرة واحد هون ثلاث موجات بي مختلفة والسرعة المات حكما تحت 150 حكما طيب إن تسرع القلب الجيبي أكثر حالة مرضية أكثر حالة يترافق مع صمم المات أكثر حالة مرضية يتوافق معها سي او بي دي أكثر حالة مرضية يتوافق مع سي او بي دي طبعا أول مات شفته بحياتي خربط فيه خربط بالعلاج صراحة كنت بدي أعالج بعلاج خاطئ كنا رح نروح المريض بعدين انتبهنا إنه مات مريض؟ مريض لك لا بعدين انتبهنا مات بعد ست ساعات من الخطة العلاجية قلبنا العلاج تاني وخرجنا على البيت ماشي حالي المات خلينا نشوف المات العلاج علاج السبب أكبر خطأ بترتكبه إنك تعالج التسرع عالج السبب في المات تسرعك يروح
هنلاحظ انه غير جي بي، هاي موجة بي لتحت لتحت لفوق صغيرة اختلفت صارت الى درج صارت اصغر، اكثر من ثلاث موجات بي على نفس المسرح. هذه الثلاثة كم موجة بي؟ هاي واحدة، هذا شكل غيره، هاي شكل ثاني، هاي ثلاث موجات بي مختلفة ناس وار ار سرعة تقريبا 30 مربع اقل من 140 غير منتظم. اذا غير منتظم وغير جيد، غير منتظم وغير جيد. العلاج علاج السبب، السرعة القلب الاذيني منتظم وغير جيد، الاذيني منتظم وغير جيد. العلاج عصر بدا هون غير جيد غير منتظم. العلاج عارف السبب، سرعة القلب الجيبي جيبي ومنتظم. العلاج عارف السبب ما بننساه. رجاء كمان كان سؤال السنة الماضية، فهون هذول كله شو اسمه؟ اس في تي، مو اس في تي معناته هذا الشكل. مو اس بي تي معناته هذا الشكل سريع ما في بي، هلا كلهم نعرفهم وحده وحده. اس بي تي جي بي اس بي تي، اس بي تي سرعه قلب وذين اس بي تي، اس بي تي مات. هلا عرفنا ثلاث حالات، لساتنا احنا وين يا شباب؟ على مستوى مين؟ وذينات. يعني تسرع القلب الوذيني متعدد البؤر، المات مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا، غير جيبي غير منتظم، اكثر من شكل موجة بي. العلاج معالجة السي او بي بي، اعطوه شوية اكسجين مع الزاز مع شادات بنت بيمشي الحال. الار في ان ار تي، تسرع القلب الاذيني البطيني بعرض الدخول الوصلي اتريال فينتكيار نودر ري انتري، تسرع القلب الأذيني البطيني بعودة الدخول الوصلي. خلينا نشوفه غير جيبي، كلهم هلا صاروا غير جيبيات. موجة بي غائبة أو بعد كيو آر إس، يعني ممكن موجة بي بنشوفها ورا. منتظم السرعة عالية حتى الميتين. إذا الغير جاي بي ما في بي، ممكن تشوف بي ممكن تشوف بي، بس أكيد البي هاي موجودة بمكانها، أكيد صار التنبيه وذيني بطيني، أكيد صار التنبيه للبطينات بعدين رجع للأذينات. هذا حكما بي ما بشوفه بمكان النموذج. والشيء الثاني إنه سريع كثير لكن منتظم منتظم. العلاج تحريض المبهم، مناورة فلسفة، تمثيل سباتي، أدينوزين بيرابامير حاصل فلس، خط علاجي أول، الثاني ميتوبرولول، ديجوكسين أميودارول، كل واحد وله استطباب. لازم أنا لما بيجيني عندي R V N R T، سرع القلب الأذيني البطيني بعود الوصول بعود الدخول الوصلي، لما يجين R V N R T لازم أسوي تحريض مبهم أو منعكس التهوى أو أسوي مناورة فلسفة هلا بنشوفها أو تمثيل السباتي، بس في شرط لكل حالة. طبعا أنا بتجاوز هدول بشكل عام، نعطي أدينوزين هلا مباشرة دواء السحر، أغلب المشافي ما فيه مشفانا فيه. العلاج الأول تبع الفيرابامين حاصر بيتا حاصر كلس دشت لكوردا، علاج واحد. لكن انت بعمل واحد اثنين ثلاثة، انت بتساوي للمريض تمثيل سباتي او تنبيه المبهم او مناورة فلسفة لما يكون التسرع حديث يعني اكيوت اول مرة بحياته بيجي، عمل له مناورة فلسفة بيقلب لحاله او سوي له تمثيل للسباتي بيقلب. لكن اذا كان مزمن رب القدرة يقلبه مستحيل، فبنعطيه فيرابامين
حاليا نتبعها بالفيرابامين او الادينوزين. الار في ان ار تي بتشوفوه المسافه مستحيل ما راح تشوفوه باي مناوبه بتشوفوا حاله حالتين كثير طابي نافي ما بيخوف. بساوي تخطيط بلاقي النظم سريع 150 الممكن ومنتظم خلاص هو ار في ان ار تي حتى يثبت العكس. خلينا نشوف لا في ان ار تي في بي كحكم غير جيبي منتظم سرعة عالية غياب بي في سرعة عالية هو RVNRT حتى يصير العكس نبطل ده من كان منتظم وسرعة عالية ما في بي حكما RVNRT حتى يصير العكس. في حالة واحدة نتعلمها بعد شوي إجابة تخطيط هيك شاب عمره 40 سنة 35 سنة خفقان مع غثيان عملنا له تخطيط هيك تشخيص الأول RVNRT صح علاج هذا العلاج قدامك مناورة أو تمثيل أو أدينوزين إذا أعطاك علاج الأنسب الأول فهو أدينوزين سحري كما أسلم هذا الـ RVNRT رفرفة أتريال فلتريشن رفرفة غير جيبي بعدنا بالوديناتا موجة بي موجودة ولكن إلها الشكل أسنان المنشار بتشوفوه كثير كمان أحيانا منتظم بشكل عام غالبا منتظم لكن أحيانا غير منتظم السرعة عالية 250 لل 450 سرعة شوي أذينية مو البطينية سرعة أذينية هلا صرنا نقول طلع الشكل هاي كلها بي 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 شوفوا كثير بالإسعاف منتظم بشكل عام الرفرفة السرعة الأذينية يعني مربع صغير دوب مربع كبير آسف دوب أقل من مربع كبير كمان السرعة الأذينية تقريبا 400 هون سرعة إيش بتهمنا السرعة الأذينية بتهمنا البطينية بطينية شهر تقريبا 100 السرعة البطينية آر آر غالبا منتظم لكن احيانا غير منتظم السرعه بطينيه تقريبا 100 هذا الشكل بي 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 كلها دارت عدد الدخول على السرعه تقريبا موجودين ما في بعد ما بنشوف الاتريال فيبريليشن هذا هنش كمان بنشوفه كثير طبعا الامريكان بيعتبروه مثل ما قلت لحاله محور لكن لا لكم هذا الشكل بي نموذجية ما هي لكن أكثر من بي حكما أنت غير جيبي تبوا الرجفان غير جيبي موجة بي غير مرئية لكن نشاهد تموج على خط السواء اسمه موجة F فتحة في الشكل هيك مشوش السرعة ألفت هون بالرجفان صار الرجفان سرعته 600 السرعة 100 الوذينات ما بيهمنا ايش الميزة بين هون وهون؟ انه هون في بي شكل اسنان منشار هون ما بتشوف مع خاص لكن اهم ميزة غير منتظم كل يوم راح تلاقوا تخاطيف وشكل شلون تعرفوه؟ الاحظ ار ار غير منتظم هاد التنبيه هاد تنبيه عشوائي للاذينات شكل موجات اسمها اف فتحة هذا مقاربة له مقاربة خاصة لكن الكم حاصل بالتحاصل في الاسدس دكتور بالنسبه للبطينات ايش بكون سرعتهم في تسرع 100 تاخذ سبريد 30 مربع وشوف قديش كم ار في ضرب 10 هنيك منتظم 300 مربع في الرفرفه والرجفان الاذيني توجه المعالج نحو ضبط النظم دوائي او كهربائي وضبط الريت اسف الريتم الاستجابه عبر حاصل بيتا وكذا والدشتر زائد التنبيع محور كبير بصراحة إذا كان في عنا هيك فضل ناخذ محاضرة واحدة أو محاضرتين بس على الحكي هذا محاضرة واحدة نعطيكم تصيروا عضاتنا فيه إن شاء الله رجفان رفرفة الرفرفة غالبا منتظمة وإلى أسنان المنشار الرجفان حكما غير منتظم
وما في دين. العلاج هون بقى المشكلة. صدم هون شاك 150 ما بننسى. رجفان صدمه 150، طبعا هذا كرجفان حاد يعني أقل من 42 ساعة، نصدم 150، بعد 42 ساعة في حك كبير ما بيهمكم أنتم. إذا غير منتظم وغياب موجة بي، هذا اسمه تفعيل عشوائي للأذينات. يعني الأذينات عم ترجف هيك بتجينا موجة بيروح تنبيه للأذينات. وهلا صدم الصدر المريض يكون يعني صاحي. صاحي، بعطيه شوية بربى فيه نون وبمكنه ونصدمه. يا ما صدمنا على 200 بهالشيء هذا وقلم وخرجناه على البيت بعد 4 ساعات. ما بده شيء. ميزنا بيناتهم؟ ميزنا إن شاء الله. طيب. هلا هالمخطط ها يعطيك فكرة للورا. كيف تفحص؟ تفضلي. ما ناخذ استراحة لأنه أنا المحاضرة. طيب سي عندي الأر بي أر بي روعة. هذا أر بي إن أر بي تصرف قلب الأذين البطيني بالنودل الوصلي بدارة عند الدخول الرئوي. هلا في عندي شيء اسمه أر بي أر بي تسرع قلب الأذين البطيني بالرئوي. نفسه هاد نفسه لكن في موجة بي بعده. رح نحكي بيناتهم بعد المحاضرة بشكل كبير على دول. بعد الاسلام. الـ RVNRT والـ RVRT هو حرف الـ N. النودل يعني. العقدة الأذينية البطينية. دائما لما أقول اسمي فيها في حاجة طريق إضافي. رح نحكي فيه لاحقا. الطريق الإضافي الموجود بالRVRT يكون بالموقع التشريحي للRVNode أو قريب منها، لكن بالRVRT سرع القلب الأذين البطيني بعرض الدخول بعيد عن الRVNode. الشكل واحد بيناتهم، لكن التمييز رح يكون صعب. رح ناخذ مجموعة من المخططات بتلاقوه شوي شوي صار سهل. سرع القلب الأذين البطيني بعود الدخول، بينما هناك سرع القلب الأذين البطيني الوصلي الان بدارة عودة الدخول. الميزة الأساسية بيناتهم أن السرعة عالية أطراف الميتين. كيف تميز بين الـ RVNRT والـ RVRT تخطيطية؟ إنه هون صار عندي طريق إضافي قريب من العقدة الأذينية البطينية، هناك الطريق بعيد عن العقدة الأذينية البطينية. الـ RVRT هو وولف باركنسون وايت، إلى سلايد خاص بها. هلأ كل تسرع فوق الـ 150 للـ 200 هو إما RVRT أو RVRT. التمييز الأول غياب موجة بي. ما في بي بعد المركب. في ورس بي دائما بي تجي بعد المركب. إنه غياب موجة بي 90% RVRT. وجود موجة بي فهو إما RVNRT أو RVRT. دميز بيناتهم بقى. هلا بصير عن التمييز على الدقة. بدي أشوف مسافة RB. RB طبعا أنت هتشوف إن السرعة عالية. شو أنا دميز علميا ما فيك تميز الا بعد ضبط النظم. بتعطي حاصل بيتا حاصل كلس او دشتا بتلاقي بي رجعت نموذجيه او جبتك موجه دلتا بول باركنسون وايت بها. لكن انت لازم يكون عندك دقه نظر. بدك تشوف المسافه ار بي ار كيو ار اس. ما في بي فهو في نار في حبيت. اذا بطئنا السرعه بتاع الجهاز مثلا اذا بطئنا سرعه لا اذا بطئت سرعه القلب الجهاز ما بيمشي. اذا شفت موجه بي فهي حكما بي مشوهة مو بي نموذجية. وعلى الأغلب بشوفها بلد اثنين دائما انه بي مسلومة مقلوبة. بدك تشوف مسافة ار بي. مو مسافة بي ار هلا هون. انه بدك تقلب مخك. ار صار التنبيه للبطينات بعدين يجي للأذينات. ار بي. اذا كانت اذا في بي انه يا اما ار في ار تي يا ار في ار تي. بشوف عن مسافة ار بي.
إذا كانت الـ R قريبة على إذا كانت الـ B قريبة عن الـ R أقل من مربعين صغار فهو A V R T. إذا كانت أكثر مربعين صغار فهو A V R T. هي أهم ميزة. إذا في التسرعات القلب الوصلية أو الفوتونية لازم أطلع الـ R على B بعد Q R S في B فهو إما A V R T أو A V R T. ما في B فهو A V R T. طيب في بي بشوف المسافة ار بي اقل من مربعين صغار ار بي ار بي اكثر من مربعين صغار ار بي ار بي. خلينا نشوفه. هذا النظم الجيبي بي كيو ار اس تي. صار عندي سرعة غابت موجة بي سرعة 150 تقريبا ما في بي كيو ار اس تي. هذا ار بي ان ار تي ما في بي. طيب جتني بي بي بعد المركب ومثلومة بدي اشوف شيء اسمه ار بي مسافة ار بي. ابي لاحظ البي لازقة في الار اقل من مربعين صغار فهذا ار بي ان ار تي. ابي لاحظ البي بعدت هلا بشوف المركب اللي بعده. ابي لاحظ البي صارت ابعد من قبل المركب هذا افضل. هاي البي جتني للمراكبة للآر أقل من مربعين صغار فهذا آر بي آر تي. طيب خلينا نشوف الآر بي آر تي. أما لاحظ البي صارت أكثر من مربعين صغار فهو آر بي آر تي. أما لاحظ البي لازقة في المركب آر بي آر تي. أما لاحظ البي صارت بعيدة أكثر صارت بعيدة أكثر من مربعين فهو سبع قلب ودين. فأنا بحسب أميز بين واحد اثنين ثلاثة على البي. البي ذكرت لازقة في الار اقل من مربعين صغار فهو ار بي ار بي. لا بعدت شوي ار بي ار بي صارت قريبة للار اللي بعده في التسرعات بيجيني كيو ار اس بعدين بي. هل بي هاي للمركب هاد ما هو للمركب هاد. اذا كانت اقرب للمركب الثاني فهو سرع قلب اذيني. اذا كانت اقرب للمركب اللي قبله فهو سرع ار في ار تي. اذا كانت ابعد شوي فهو ار في ار تي. لازم هيك ميز. علموا دائما بتطلعوا على الكيو ار اس بعدين البي. شفت البي ليزر ار في ار تي بعدت شوي صارت ابعد كثير وقريبه للمركب التالي فهو سرع قلب اذيني. هي اهم ميزه بهذا. طبعا انت ما راح تميز كثير بسرعه عاليه فانت بتضبط النظم خليه تحت ال 100 بتشوف بي صارت طبيعيه قبل المركب فهو ار بي ار تي. لا صارت عندك موجه دلتا فهو ار بي ار تي لانه هو البارتنسل واي. نتعلمهم شوي شوي لا تخوفوا. ابى لاحظ هاي البي بالبي واحد هاي مشوهه وقريبه على المركب هذا ار بي ار تي. هاي لازقة فيه بعد المركب ار بي ار تي. ألاحظ هون لازقة في المركب ار بي ار تي بشكل عام. هلا بنحكي عليهم وحدة وياهم بس حملوني شوي. ألاحظ هون بي قريبة على المركب بي بعدت بي صارت أبعد للمركب اللاحق تسرع قلب أذين. يعطيك العافية بس في غلط بعطينا طالب. ار بي قريبة على المركب ار بي ار تي صارت بعيدة كثير وقريبة على المركب التالي فهو سرع قلب أذين. صارت بالنص ار بي ار تي. هاي المسافة لازم نعرفها مسافة ار بي وليس بي ار. عم نلاحظ في الفي واحد هون بي بالعادة تكون ذات طورية لكن بي هاي ايجابية وقريبة على المركب. دائما طلعوا على ليد واحد ليد اثنين وبي واحد. فصار عندي شيء اسمه شورت ار بي يعني مسافه قريبه ولونج ار بي مسافه ابعد. طيب رح نجمل الحكي بالشكل التالي. إذا في الـ SVT صار عندنا أكثر من تخطيط
بالاس في تي. اول واحد سرع القلب الجيد، سرع القلب الاذيني، سرع القلب الاذيني متعدد البؤر، الرجفان، الرفرفه، الاو في ان ار تي، الاو في ار تي. كم واحد صاروا؟ 7. تسرع القلب الجيبي، جيبي بي تشبه النموذجيه، منتظم، سرعه 150. العلاج، علاج السبب. تسرع القلب الاذيني غير جيبي، منتظم بي لها نفس الشكل على المسرح ذاته. العلاج حاصر بيتا، حاصر كليت، ديجوكسي. تسرع القلب الاذيني متعدد البؤر، ما غير جيبي، غير منتظم، اكثر من ثلاث اشكال موجود بي على نفس العلاج الاسبوع المستقبل. الرجفان غير جيبي، غير منتظم، السرعة الأذينية 600، ما في تنبيه أذيني اسمه تنبيه عشوائي. العلاج ضبط النظم وضبط السرعة حسب المعايير رح يكونون رح نذكرون لاحقا. الرفرفة غير جيبي، منتظم بالأغلب، السرعة كمان عالية الأذينية ما بتهمنا، السرعة الأذينية منتظم. العلاج كمان حاصر بيتا، حاصر كليس تشتغل، كمان الرجفان حاصر بيتا، حاصر كليس تشتغل. الـ AVNRT تسرع القلب الأذيني البطيني الوسطي إن بدورة الدخول غير جيبي، منتظم، السرعة 150 للـ 200. في بي غالبا ما في بي، إن وجدت بي فهي قريبة على المركب. تسرع القلب الأذيني البطيني بعود الدخول AVRT غير جيبي، منتظم، في بي، في بي لكن بعيدة على المركب، أكثر من مربعين صغار. طيب ده السؤال، بكل اللي حكيناه المركب إيش وضعه؟ ضيق، أقل من 120. طيب باللي حكيناها مين المنتظم؟ مات منتظم، جيبي، أذيني، رفرفة بشكل عام، والأوفينارتي والأوفينارتي. مين غير منتظم؟ مات والرجفان، كل المنتظمات عدا المات والرجفان. طيب في اللي ذكرناهم وين ما بنشوف موجة بي؟ رجفان او في نارتي او في ارتي باللي ذكرناهم، وين بنشوف موجة بي؟ بكلها يعني على الرجفان و او في نارتي ممكن نشوفها و او في ارتي ممكن نشوفها، عاد الرجفان ما بنشوف موجة بي، لكن بنشوف موجة بي بالأوفينارتي وممكن نشوف بالأوفينارتي وممكن ما نشوفها. طيب أنا كيف بدي أميز هذا عن هذا عن هذا على المخطط؟ كل يفتح مخطط. المركب ضيق أقل من 120، ريجولار منتظم، نو غير منتظم. غير منتظم مين؟ مات رجفان، رفرفة، رفرفة غير منتظمة، ممكن منتظمة، ممكن غير منتظمة. إذا في عندك رجفان ورفرفة ومات ثلاثة، الرفرفة 90% منتظمة لكن أحيانا غير منتظمة، أعطيكم تخاطيط غير منتظمة. إذا بس شفت غير انتظام خلاص بحط في بالي رجفان رفرفة مات، ما في غيره. كيف ما يمكنه رفرفة أصلا المشا، رجفان ما في بي آر آر غير منتظمة، والمات أكثر من شكل بي على نفس المسرة، ثلاث موجات يكفي. صعبين؟ طيب خلينا نشوف منتظم، هذا غير منتظم. طيب إذا كان منتظم بدي أطلع في بي ولا ما في بي؟ لا شوف بي، ما في بي، ما في بي، عم بقول ما في بي، فهو ممكن يكون AVNRT وAVRT عم بقول غير، عم بقول منتظم، غير منتظم نسيناه، منتظم فهو ممكن يكون، إذا ما في بي
فهو إما A V R T أو A V R T. هذول الاثنين الوحيد. ما في بين A V R T. إذا ما في على الخالص فهو على الأغلب A V R T. أنتوا إذا ما شفتوا B كان منتظم فهو A V R T. الكل. لأنه العلاج نفسه. علاج واحد عم بحكي للكل. طيب إذا في B شفنا في B فهو ممكن يكون تسرع قلب أذيني. وممكن يكون A V R T وممكن يكون A V R T. شرط إيش عم بقول؟ وممكن يكون رفرف. ومنتظم؟ ومنتظم عم بقول ممكن يكون رفرف. إذا ما في B ومنتظم فهو حكم A V R T. سيناريو. طيب إذا في B فهو ممكن A V R T وممكن A V R T وممكن تسرع قلب أذيني وممكن رفرفة. رفرفة أسنان المنشار منتظمة. أسنان المنشار غير منتظمة. لاحظتوا الرفرفة وين جاي على الطرفية؟ جيبة. غير جيبة. رح تجي جيبة. طيب الرفرفة غير جيبة. إذا ما في إذا في بي فهو A V R T A V R T رفرفة رفرفة وسرع قلب أذيني سرع قلب جيبة سولية. طيب بشوف هلا البي البي قريبة على الار فهو ا في ار تي بعيد على الار ا في ار تي ابعد اكثر صار قلب أذيني اسنان المنشار خلصت المحاضرة. اذا اول شيء مركب ضيق باخذ هيك محورين منتظم ولا غير منتظم انا بدي غير منتظم رجفان رفرفة مات غير منتظم المات اكثر من ثلاث اشكال موجود بي انتهينا لحانه ووجدنا المادة. نجي على الرجفان. الرجفان ما في فيه غير منتظم. كمان خلص. المات والرجفان لحاله بيخلصوا. الرفرفة عم تدخل بالمحورين. يعني موجود فيها اسنان مشار تقريبا نقلتين. منتظم غير منتظم. ار مثلا. ار رفرفة صارت ايه؟ ار. صارت رفرفة ار. هذا غير منتظم. اسنان المنشار. طيب منتظم ناخذ المحور العريض. بنطلع في بي ولا ما في بي؟ ما في بي A V R T. طيب في بي ممكن A V R T A V R T تسرع قلب أذيني أو رفرفة منتظمة. رفرفة منتظمة أسنان منشار A V R T R قريبة على البي B قريبة على R A V R T B بعيد عن R تسرع قلب أذيني B قريبة على المركب اللي بعد. هاي لب المحاضرة. في سؤال شيء عن اللي حكينا؟ العلاج واحد. طيب انا كيف زي مقارب للمريض كيف تعالج بقى؟ بدك تشوف مريضك مستقر ولا غير مستقر. ايش معناته غير مستقر؟ مع تسرعات الحيوية سيئة. واحد هبوط ضغط. هبوط ضغط انقباضي تحت العشرة غير مستقر حكمه. غير مستقر يعني صدم صدمة. قصور قلب حاد. حطيت السماعة سمعت خراخ الرطبة وزن الرئة صوت قلبي ثابت قصور قلب حاد غير مستقر تعبان مريضة. ألم صدري معند يقترح الداء شرياني إثيلي يعني عنده احتشاء هذا مريض غير مستقر. تغيم وعي مريضك إجا بكوما غير مستقر ما أحلاك وجدت تطيح حاصل بيتنا حط مصدوم ساوي إنعاش. يجب تقييم المريض حسب A B C D E استدعاء فريق إنعاش فتح مريض مراقبة مستمرة صدم كهربائي لاستعادة النظام. كل شيء غير مستقر علاج صدم كهربائي. إيش قد بمصدوم؟ 50 نحن طلعين ما عدا رجفان أذيني 150 إن شاء الله مش عارف. مقدار الصدم دائما يكون صدم متزامن يعني تزامن مريضك صح. نبدا 50 ل 100 جول ما عدا الرجفان 150 ل 200 الاطفال 1 ل 2 جول على الكيلو. دور اذا ستي ايش تفيد الصدم؟ اذا المريض ستي اذا المريض جيبي ايش تفيد الصدم؟ ما عدا الجيبي ممنوع الصدم. هلا بجيك هلا بس على الجيبي قبل الصدم نحن بنهدي المريض على ذكر مريضنا نعطيه واحد من جرام ميدوزرام او في تنانين وعندنا اطفال نعطيه كيتامين ما بهم الحكي يعني. انت عندك صدم مضاد استطباب
الصدم في حالتين جيبي ومات. مضاد استطباب مطلق بالمات والجيبي قطعا والباقي كله نصدم. طبعا في عنا لازم نضبط نعطي هباري او نعطي نوكسيدان ما بينكم الحكي انتوا هذا ولا لكم. في حال عدم الاستجابه يكرر الصدم ونزيد الجرعه. بلشنا ب 50 جول ما استجاب نعطي 100 جول 75 جول 100 ونطالع. هذا تسرع القلب الجيبي مع عدم استقرار لا يحتاج للصدم الكهربائي فقط علاج السبب المستبطن. مضاد استطباب مطلق انك تصدم ومريضك عنده تسرع قلب جيبي. المناورات مناورة فلسفة الخط الاول نبي المريض خذ نفس عميق مع حبسه فيرتفع الضغط داخل جدار الصدر ونبه المستقبلات المبهمية عند قوس الأظهر يؤدي لإبطاء النبض. تمسيد السباتي تمسيد السباتي الشرط الأساسي بس الطرف واحد دون الطرف الثاني 10 ثواني وعليك تنتقل للطرف الثاني 10 ثواني. مضاد استطباب انك تمسك بطرفين معا يا ما تدخل على الإسعاف تلاقي الطبيب عم بيمسك اثنين سوا بتحرك خطرات خلاص طرف واحد 10 ثواني ما استجاب نزل ايدك خذ الطرف الثاني. تمسيد بدون ضغط حتقول ضغط خفيف تعتبر مضاد استطباب عند سوابق السي في اي مريض احتشاء دماغي لما تكون عنده خطرات على السباتي سوي له مشكله بعدين او احتشاء خلال 6 اشهر الماضيه او قصه سابقه الى مضنيات خطيره وراثيه الفي تي او في اي مضاد استطباب. لازم تشوف مريضك وشوف تخطيط قديم وتسال اذا كان عنده ستروك دماغي ولا لا. الطفل ممنوع تسوي له تمسيد. قبل التمسيد يجب وضع السماعه على مسار الشريان السباتي اذا سمعت برالت لغط معناته في عنده خطره يعني انتبه. يجب التمسيد بجهه واحده ولا تقل عن 10 ثواني خوفا من حدوث هبوط ضغط شديد بالتالي ننتقل للجهه الثانيه. مضاد استطباب يصير تمسيد بالطرفين خلاص طرف واحد وقف ما استجاب انتقل. هذول كلياتهم انت بدنا نطبقهم اذا كان التسرع حديث لكن نحن حتى اذا كان مجنون بنجرب عسى ولعل. عند الاطفال بنحط له كيس هوائي كيس ثلج على الوجه. عم بلاحظ انه هون عنده تسرع كثير بعدين بلش تلامس مياه بين عنه الرفرفه ما هذه مناورة فلسفة هاي هي مريض خود نفس بينفخ بعد البالون يحبس صدره بينفخ بيرفع الضغط من جدار الصدر وبنرفع الطرفين السفليين طلعوا لي على النظم 10 ثواني نظم اس بي تي سريع 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 هذا عم بينعطي على الله بعدين بلش مناورة وحيدة صار النظم جيد كفو عليهم هلا حتى النبض زين العلاج الدوائي حاصل بيستا ميتوبرولول تعتبر الخط الاول لمعظم التسرعات ضد المركب ما عدا الاس بي تي يفضل يكون ادينوزين او الفيرابامين. المتوفر عندنا حاليا في المشافي ميتوبرولول 5 ملي جرام بنكرره خلال 5 دقائق لمده ربع ساعه. مضادات استطباب حاصل بيتا هبوط الضغط قصور قلب حاد حصارات لانه بزيد هو بطء النقل وامراض القصبيه التشنجيه وعلى راسها الربو. حاصل كيلس متوفر عندنا فيرابامين جرعه 5 ملي جرام. مضادات الاستطباب الاطفال قصور قلب والباركنسون وايت رح نحكي عليها ليش يعني الـ في ار تي ما بصير نعطيه فيرابامين رح نزيد رح نبطئ النقل الاضافي اسف نزيد النقل في الطريق الاضافي فبيدخل في تي مشكله. لهذا لازم تميز ما بين الاو في ان ار تي والاو في ار تي. تخيل انه الاو في ان ار تي علاجها الاول فيرابامين بينما الاو في ار تي ما بصير تعطيها فيرابامين. فانت لازم تكون حذر على التخطيط وتطلع اذا المركب يضيق وانا ماني شايف فيه او شايف فيه بعيده ولا قريبه بعطيه فيرابامين ولا لا. فهو لما ندخل بدهات هي ما دخلنا فيها حولنا نظم وطيب
الديجوكسين يستخدم فقط في حالة الرجفان مع حصول قلب. يعني ما بيستخدمه كثير نحن بصراحة، فهم حاصة بيتا. في عنا أنبول 500 ميكروغرام، 2-5 دقائق، ما هي مشكلة. أدينوزين كوردان يعني يعتبر الخط الأول في الـ SBT المنتظم بغض النظر عن وجود أو عدم وجود اضطرابات هيمودينامية. يعني إذا عندك مريض مستقر ولا غير مستقر، ولا عندك RVNRP ولا RVRP، الكوردان هو الأأمن. لهذا عم نطبق هذا كثير، مع انه مزعج الكردان. فنحن بنطلع على مركبنا وبنحكم اكثر الحالات اللي بتجي على مو هي الار في ار دي، هي الار دي ان ار دي. عم نعطي بشكل عمياني بيمشي الحال. ادينوزين، اسف، ادينوزين يعطي الكل. ادينوزين 6 ملي جرام حقن سريع. 20 سي سي ملحي خلال دقيقتين بيضرب، خمس باي صفر. الاميدرون اسف هون قالب للنظم، والبروبافينون متوفر لدينا حب هو ريثامول 150 الى 300 ملغ، مجرد هيك بتطلعوا عليها هي كلها الادويه رح ياخذوها لاحقا. رح اذكر بعض الحالات. حاله سريريه، امراه عمرها 32 سنه، يعني الأب دارها تجي بالعادة عند الصبايا والشباب تحت الأربعين سنة. حضروا في قسم الإسعاف بقسم خفقان مع دوار منذ ساعتين بشكل مفاجئ، ما عنده أي سوابق، ما عنده أي مشكلة، بالفحص حالة عامة مستقرة خلاص، ما في صدمة، الضغط طبيعي، النبض 160 سريع، ما في نفخات، ما في أصوات إضافية، ما في لا عندها مشاكل صمامية ولا في عندها قصور قلب. إصغاء الصدر صافي، ما في عندها وزنات في الأطراف. أسرين التخطيط، شوف فرقها. سرعة عالية. عالية. تقريباً 160. في بي أول شيء منتظم. خلينا نعرف. نسينا الرجفان ونسينا المات. صفينا بهدول كم خيار. هذا اس بي تي بس ايش نوعه؟ اول شيء في بي موجي بي. طيب في بي الاذينيه سرق الاذيني كمان موجي. بنجي لنشوف على الهليد الثاني، عم بلاحظ في عندي بي بعد الكيو ار اس. هل بي هاي مقلوبه؟ وقريبة على المركب الثاني حكما مو RVRP لأنه كان صار أبعد هو. خلينا نشوف الليد واحد، ممكن أعتبر هاي الموجة بي بس ما واضح علينا كثير. هذا SVT من نمط RVRP باعتبار أنت حربوه وعرفت أنه هاي قريبة على المركب. طيب أنا ما عرفت، خلينا نشوف نعطيه حاصل بيته. حالة مستقرة، مركب ضيق، النظم منتظم، السرعة 160، موجة بي غير مشاهدة، كلهم حكيناهم. التشخيص المبدئي أعطي نعطي، بنعطي حاصل بيتا، حاصل جسم، مناورات مضادين وإلى آخره. أعطينا مناورات أدينوزين فيربامين إلى آخره. بعد التخطيط رجع جاي، بعد الخلق رجع جاي بي كيو آر إس. طيب أنا ليش ما قلت هذا RVRT؟ RVRT هو شو لنا؟ وولف باركنسون وايت رح ناخذها. ما في قصر بي ار بي ار طبيعيه، بالعاده تكون بي ار قصيره وموجه دلتا راكبه على الار، رح ناخذها. هذا اذا ايش هو تشخيصنا؟ RVRT بدليل على السرعه عليها، شفنا موجه بي ومشوهه وقريبه على المركب اقل من مربعين صغار. خلينا ناخذ التخطيط الثاني. اذا في مسرى معين نتاكد هو بالعاده لد 2 في 1. تخطيط منتظم، سرعه عاليه 150 حكما غير جيبي. اذا غير جيبي منتظم، غير جيبي منتظم. شلنا المات والرفرفه، شلنا المات وشو اسمه؟ والمات والرجفان الاذيني. في اسنان المنشار حكما ما مات، حكما ما رفرف، اسف.
في تسرع قلب وذيني في بي قبل المركب ومبين هيك تشبه نموذجية ما في تسرع قلب جيبي فهو يا آفين آرثي آفين آرثي خلينا نشوف اللي ثلاثة أبلاحظ في عندي موجة بي مشوهة لكن بعيدة عن المركب أي آفين آرثي طيب أنا ما عرفت آفين آرثي أعطيته حاصر هذا هو الفاكس الوين أعطيته فيرابامين زاد النقل في طريق الإضافي دخل لي بشكلة خلينا أعطينا حاصر بيك لنشوف اللي بيصير أعطينا حاصر بيتا بعد ما أعطينا حاصر بيتا بي آر قصيرة موجة دلتا طلعت هذا هو التاكسر الواحد رح ناخذ عليكم محاضرة لما بي آر قصيرة هاي موجة دلتا شو موجة دلتا؟ هاي موجة دلتا فهذا طلع عندي آر بي آر تي من نوع وول باركنسون واحد ما بي 60 سنة بعد بعد العلم بعد طيب 60 سنة أنا بدي أذكر القصة 60 سنة ثوابت ربو ثياب قصبات متكرر ومزمن راجع الإسعاف بزلة تنفسية مع خفقات خلينا نشوف منتظم وين المنتظم؟ مسافة من هون لهون قد هون إذن غير منتظم، مين الغير منتظمات؟ مات، رجفان، رفرف خلينا نشوف في تنبيه عشوائي؟ ما في، في أسال منشار؟ خلينا نشوف موجة بي هاي موجة بي وحدة قريبة المركب البعض هاي غير هاي هاي غير هاي، أكثر من ثلاث أشكال هذا أنا بقول سي أو بي إيش العلاج؟ بعدين النت ما بيجي بسرعة 150 هذا سرعته 120 حطوها في حلقة في ذكرها المات مو سريع حكينا عن المات حالة سريرية 30 سنة راجع إسعاف بقصة مفاجئة للنفسية مع خفقان ونفسية مرافقات لا سوابق تعرض لكسر في الساعة خلاص صمر يا ولد شو هيك بيجي الامتحانات البوردة بي نموذجية تقريبا والدارة صايرة قريبة من المنطقة التشريحية مركب ضيق جيبي منتظم السرعة 120 ايش بنساوي؟ بنعالج الصمم نعالج الصمم الصمة حسب سكور الصمة متعلق بالصدرية نسوي مالتي سلايز ونشوف شو هذا سرعة قليل جيد طيب 15 سنة راجع لساعات البسط نشوف العمار كلها صغيرة مع احساس بغثيان وتعب عام لا سواد قد فحص حالة عامة مستقرة النبض 170 عالي 100 نبض 170 ضغط 100 مستقر صغار قلب طبيعي دائما شوفوا على صغار قلب طبيعي ما في نفخات ما في اصوات اضافيه ما في علامات قصور قلب معناتها الحاله العامه مستقر هيمودينامية ضغط نبض صغار فحص الشرايين المحيطيه شين دون وجود اي وزن تم اجراء اي سي جي هذا هو الاي سي جي خلينا نشوف الاي سي جي سرعة عالية سرعة عالية منتظمة وما في بي يجوز في بي فهذا يا افين ار تي افي ار تي قطعا طب انا خلينا اشوف شو افين ار تي ولا افي ار تي خلينا نشوف موجود بي انا شايف وين موجود بي بعيدة افي ار تي ممكن افين ار تي يطلع دكتور ما واضحة موجود بي ما واضحة على شيء طب ما هي بعد ما ضبطنا الريد هذا افي ار بي طلعت عندي موجه دلتا هون مركب صار شوي عريض هاي موجه دلتا هاي موجه دلتا بي موجه هذا هو الباركنس طيب انا ما راح احكي هلا بدي اسكر الملف شوي بدي انهي المحاضره بس بدي اعطيكم اختبار تدريبي سريع لا لا ما نكون في سليم خليكم صاحيين خلي الخبر عن الموضوع لا 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 هلا عدم فيه على الفاضي نحن البي ما بنشوفه يلا مين يساعدني؟ تفضل منتظم
يقول زميلك اي ار ار من هون لهون هاي ازهار غير منتظر جيمي جيمي دكتور انا يا جماعه شلون يكون غير منتظم وجايبي حصرا لمين غير منتظم وجايبي حصرا للخوارج او حصارات خلينا هذا غير منتظم سرعه شقال تقريبا 140 خلينا نشوف اللي تحيط على الاشاره هاي موجه بي هاي موجه بي غير شغال هاي موجه بي هاي موجه بي مقلوبه مات ما بدنا ان شاء الله عصبي مات ما بقدر اقول لك عنده سي او بي دي اذا غير جيبي وغير منتظم وموجه بي له اكثر من شكل ليك الشكل هذا غير الشكل هذا غير الشكل هذا غير الشكل هذا طلع الاشكال اكثر من ثلاث موجات بي على نفس المسرح مات من اللي يعطيكم تحقيق بالاسعار بالامتحان سريع ما راح اجيب لك جيبي ان شاء الله يا راح اجيب لك مال يا رجفان يا رفرفه ويا افين اركي هذا ما بتضيع المال طلع في اكثر من شكل في وغير منتظم مات العلاج علاج السر المستقبل مين يساعدني التخطيط اللي بعده يلا لكن هون السلاح نعم ولا فوق ال 150 فغير جيبي غير جيبي حكمه منتظم منتظم غير جيبي منتظم ايش بتقول لي ايش قدامك الخيارات غير جيبي افي ان ار تي او افي ار تي افي ار تي افي ار تي او بنطلع او رفرفه ما في اسنان شهر سين رفرفه ما في خلينا نشوف يا افي ان ار تي خلينا نشوف الثلاثه مثلا حكيم هاي شو حكيم برايك قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة هذا هو بالنسب؟ يلا مين ساعدني بالبعض؟ بنات يلا بنات تفضل إن شاء الله شايف من عندك ما أنك شايف حول لعملي ما التخطيط عندنا بالمشفى ما بيتبين الا للجد اللي عنده طلع السرعه عاليه بحكم غير جيد يلا احكي لي احكي لي احكي لي علميه لا تقلي وجدها التشخيص جيبي لا منتظم منتظم في اسنان من شر لا شلنا الرقبه الوضع البي في تسرع قلب اذيني يعني البي قريب بي يعني في شيء ما عندك يا افي ان ار تي ايش بتقول لي عن هذا البي بعيد ها خلينا نشوف البي قريبه هاي البي قريبه افي ان ار تي خلينا نشوف هاي البي افي ان ار تي هذا افي ان ار تي بس مين بيساعدني الان؟ هيك صفا يلا تفضل يا سيدة الكريمة لحالة غير منتظم غير جيبي خلينا نقلب مخنا غير منتظم وغير جيبي شو خياراتي ثواني هيك لحالة غير منتظم وغير جيبي عندك رجفان ورفرفة ومات خلينا نشوف في أسنان من شهر شنة رفرفة تمام يا مات يا رجفان طيب في عندك أكثر من شكل موجة بي؟ لا هذا إيشو؟ رجفان رجفان غير منتظم وغير جيبي وعندي تنبيه عشوائي للأذينة هذا رجفان أذينة شو؟ هلا بيجيك تشوف أسنان مشار هاي مو أسنان مشار أسنان مشار مثل المشار هيك بتشوف فيها هذا تنبيه عشوائي مين بيساعدني البعض؟ طفل يلا تفضل يعني استنى شو صار لحالها هي بتضحك هلا بتطلع غير جيبي منتظم غير جيبي منتظم غير جيبي منتظم لكن غير جيبي ايش ملاحظ على الشكل هذا هاي الرجل رفرفه هاي رفرفه غير جيبي منتظم السرعة تقريبا 100 معقول افي ار تي اكيد لا افي ار تي اكيد لا ايه
معقول مات؟ ما في عندي مات لازم يكون منتظم، هذا غير منتظم، هذا المنتظم. طيب خلينا نشوف، انا قلت الرفرفه ايش بتكون، منتظمه او غير منتظمه؟ هون ايش وضعها؟ منتظمه. خلينا نشوف رفرفه غير منتظمه. ار ار غير ار ار، 1 2 3 4 سنان مشان 1 2 3، هاي رفرفه بخوف التخطيط. والله اللي دي واحد صعبين؟ هاي التثبيت صعبين؟ لا 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 لا، مين بيساعدني بالتخطيط؟ منتظم. منتظم تسرع غير جيبي. ايش شو هاي؟ هاي بي النموذجية؟ هاي بي النموذجية؟ بلاحظ نفس الشكل على نفس المسرح لكن قريبة النموذجية. هذا شو؟ هذا سرع قلب. وذين وذين مين بيساعدني بالبعده؟ يا ابي نارتي يا ابي نارتي قطعا. هذا اسمك، خلينا نشوف بي. هاي بي قريبة ابي نارتي. طب ما شطوري، يلا هذا التخطيط مش مش المالي هيك اللي بيفهم هون بيعرف. غير منتظم، غير جيبي، غير منتظم. هاي مو رفرفة، هذا رجع فرفة. ممتاز، يلا بعده. هاي كمان مش فاهم. رفرفة غير منتظمة، رايك على السريع صرنا نعرف. يلا غير منتظم. جيبي؟ لا جيبي. هاي بي وبي نموذجية، ايش شو هاي؟ يا بي نارتي، خوارج انقباض، خوارج انقباض بطينية، كيو ار اس عريضة. جيبي غير منتظم، خوارج. طيب بعده ما اتفقنا هيك؟ لا هاي دخلتها هيك مع المستقبل. هاي مو لالك، مو لالك، مو لالك. يلا ايش نظمه؟ غير منتظم. انا شايفه غير منتظم، غير منتظم، غير جيبي. يلا مين على المات؟ المات هاي وحده، هاي وحده، هاي غيرها، هاي فوق. طلع شو صارت؟ مات. مات ما شاء الله ضيع التخطيط. ها صرنا نشوف مادتين. ما منتظم، ما منتظم. والله يا دكتور هذا يا سيدي منتظم. يلا هذا مين بيساعد التخطيط اللي جاي؟ تفضل استاذ. هذا وش غير منتظم؟ غير منتظم، براي عليك، براي عليك. ثواني صلي على النبي. غير منتظم، كمل. غير جيبي. استنونا شوي. رجفان وزيني، رجفان وزيني. لا خلينا نشوف سرع قلب بطيني، له اكثر من شكل، هي لفوق وهي لتحت، لكن ار ار غير منتظم اسمه رجفان بطيني. رجفان بطيني غير منتظم واكثر من شكل كمان. تسرع القلب الوديني بالعاده يكون منتظم، لكن هذا رجفان. اسف اسف، تسرع قلب وديني، تسرع قلب وديني متعدد الاشكال، اشكال لفوق واشكال لتحت. تسرع قلب بطيني متعدد الاشكال. كيو ار اس ونفس الشكل كمان لكن غير منتظم. طيب مين يساعدني بها؟ المعلم يساعدني بها. اعطيكم اياها، هذا السؤال مش اساسي. هذا احد لا جيبي؟ لا منتظم. طيب مركب ايش وضعه؟ عريض. نسينا كل الاس بي تي. طيب هذا تسرع قلب بطيني، تسرع قلب بطيني وحاد الشكل لكن غير منتظم، غير منتظم. طيب هاي ما بدي اياها، هاي ما بدي اياها. هاي تسرع قلب بطيني بيتي مثالي، عريض المركب وله شكل واحد. طيب هاد هذا غير منتظم، هذا
هذا المخزن ايش؟ هذا الشكل المخزن بس صراحة شو هذا تسرع قلب بطيني وهذا الشكل شبه نفس الشكل هون يلا هذا طبيعي منتظم؟ لا مركب ضيق غير منتظم جايبي؟ لا لا ما في بي ما في بي يا ما يا رجفان يا رفرفه يا ماما عافينا ما هو عافينا الكلى بسرعة هذا رجفان وضيق طيب هاي وطيب هاي هاي هذا اسبيكي من نوع شو؟ غير طبعا غير جيبي رجفان هون من نوع بعرف اسبيكي ضيق ومنتظم وغير جيبي يا افين ارتي يا افين ارتي بعده ضيق ومنتظم وغير جيبي يا افين ارتي هذا افين ارتي حكمان غريبة هون يا أبي أرتي يا أبي نارتي هون نفس الحكي أبي هون يا مات على هذا المات هذا هذا ما فيه شيء هذا هذا ما فيه شيء لا بس لا حكوا اه منه مصبعات المنافسة خلاص هذا الجيد يلا اسبيكي من نوع منتظم هذا يا ابي ارتي يا ابي ارتي هذا ما في على الغار على الخالص ابي ارتي ما هنبعت على هذا رجفان غير منتظم غير جيب رجفان يلا جيب غير منتظم جيبي سرعة عالية غير جيبي يلا أبي أرتي بي بي يا جماعة ليك تزرع قلب أذيني مع كم خارج يجو نقل الله فيكم العافية